طيب الآن يا شباب ممكن نبدأ اللي هي أولى الفقرات بتاعتنا مع باشمهندس مرتضى دعوق. باشمهندس مرتضى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. باشمهندس خالد، كيف شباب أخبارك؟ إن شاء الله طيبين، طيب. عساكم بخير. الحمد الله لله. يخليك. طيب يا شباب، بصورة سريعة نديكم نبذة عن باشمهندس مرتضى دعوق. باشمهندس مرتضى دعوب حائز على بكالوريوس هندسة السلامة من جامعة نيتش بيوغوسلافيا في عام 1996، حاصل على شهادات عالمية في مجال الـ HSE مثل الـ IOS Managing Safely، نيبوش IGC، نيبوش BSM Process Safety Management، حائز على شهادة مطبق للـ ITO اللي هي الـ Integrated Management System ISO 9001، 14001 و 45001، حائز على شهادة تدريب المدربين الاحترافي تي او تي من معهد كانفر سنتر في عام 2014، حائز على شهادة اي اي دي من الجمعية الأمريكية لمنقذي القلب المحترفين والإسعافات الأولية من مصغر عمان في العام 2019، مصمم لكل الدورات التدريبية المتعلقة بمجال السلامة، أيضا هو خبير وعضو معتمد بلجنة السلامة بهيئة المواصفات والمقاييس السودانية منذ العام 2015، ايضا هو خبير اول للسلامه والصحه المهنيه والبيئه بجمعيه حمايه المستهلك السودانيه. وباشمهندس مرتضى دعوبي يا شباب هو مؤلف اول كتاب تنويري متخصص في مجال الصحه والسلامه المهنيه في السودان، معتمد برغم ايداع دولي ومعتمد من الملكيه الفكريه والمكتبه الوطنيه بعنوان السلامه لماذا؟ ودي يا شباب فرصه للناس انها تتعرف على الكتاب ده. اي شخص يا شباب راغب انه يطلع على الكتاب يقدر يتواصل معي او يتواصل مع باشمهندس مرتضى دعوب، وان شاء الله حنرسل لكم نسخه PDF من الكتاب. باشمهندس مرتضى دعوب هو مدير سابق لاداره السلامه بوحده السدود، ومستشار بالشركه السودانيه لتوزيع الكهرباء، وحاليا مدير للسلامه بشركه مناهل الشرق الاوسط بسلطنه عمان. فتفضل باشمهندس مرتضى دعوب، مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة والأخوات يا ماجد، حيكم أسعد الله نهاركم، والشكر الجزيل لكم جميعا المشاركة في هذا الملتقى الطيب، والشكر الجزيل أيضا موصول لمن قاموا على تجهيز وإعداد هذا الملتقى، هذه الورشة، وبذلوا من الجهود ما بذلوا، ونحن كنا متابعين لهذه الجهود الكبيرة، وهي جهود مقدرة بلا شك، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتهم. كذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نقدم شيئا يحدث إضافة ويكون له فائدة تفيدنا وتفيد إخوتنا وزملائنا بتوفيق الله تعالى. نبدأ بحمد الله وتوفيقه وبإذنه. سبحانك لا سهل إلا ما جعلته سهلا، ونسأل الله التيسير. نبدأ باشمهندس. حديثنا سيكون اليوم عن خطط السلامة، وخطط السلامة طبعا كما تعلمون جميعا تحتاج إلى أهلية خاصة ومهارات خاصة، وتنفذ وفقا لقواعد وأسس، وهذا التنفيذ يحتاج إلى ضبط وفنون معينة حتى تخرج لنا الخطة بالصورة المفيدة وبالصورة الموضوعية التي تجعل منها شيئا ذي فائدة. بنبدأ دائما، المشكل عندنا بيبتدئ دائما بأنه يعني أحد الناس يستنجد ويقول أنه بحاجة عاجلة إلى خطة سلامة للشركة التي يعمل بها، وهذا الاحتياج العاجل غالبا يعني بيكون في زمن ضيق، يقول لك أنا عاوز خطة الآن، كلفوني عشان أعملها، ودوني يعني قالب زمن ضيق جدا جدا على أساس ما أنفذ يعني تصميم وإخراج هذه الخطة. المسألة دي طبعا يعني مسألة مزعجة جدا جدا للزملاء،
وبتدخل يعني الواحد في وضع حرج جدا جدا. فعشان كده الزول يعني بيبدأ يتساءل، بيخش في حالة بتاعت ارتباك، ويبدأ يسأل الزملاء عبر الجروبات، وإنه العمل كيف، أشوف زميل، أشوف حل مستعجل، أشوف لي خطة معمولة كنموذج نعمل زيها، بعدين أحذف الأسامي بتاعت الشركة القديمة وأدخل بدلها. ده معظم الأحوال بتحصل كده يا جماعة، نكون واضحين، يعني يشيل الأسماء بتاعت الشركة القديمة المخطوطة ويبدلها خط بدلها اسم شركته، وأحيانا قد ينسى ينسى إنه يعني اسم الشركة القديم موجود، لأنه بيتردد كثير، ودائما يفتش لنص يكون وورد قابل للتعديل، وأحيانا يفتش في الجوجل عن خطة مشابهة. المسألة بتكون عموما فيها ارتباك عظيم. وليه دائما القالب الزمني الضيق هو يعني ما يحدث هذا الارتباك ويدخل الإنسان في هذا الحرج وهذا الاستعجال. طيب الاجتهاد ده يعني بعد ما الإنسان يجتهد وينفذ المطلوب، قد تصادف الخطة يعني تحقيق الهدف اللي في لحظة المطلوب، وقد تواجهنا صعوبات في التطبيق على أرض الواقع، ودي مسألة يعني واردة الاحتمال جدا جدا. ويمكن تكون كذلك الخطة عناصرها أكثر من المطلوب أو أقل من المطلوب، أو اختلفت عن السكوب ذاته أو النطاق المحدد، فيعني حصل تباين يعني في الأهداف في النطاقات وكده. وبعد خلينا في البداية يعني نتحدث عن خطة السلامة. هي خطة السلامة أصلا شنو؟ كده نعرف خطة السلامة في البداية. خطة السلامة دي هي إحدى مكونات النظام الإداري، وهي واحدة من عناصر النظام الإداري لتطبيقات السلامة في جميع الأعمال. يعني زي ما عندنا سياسة وعندنا تنظيم، عندنا أيضا خطة، وعندنا مراقبة، وعندنا مراجعة، وعندنا تدقيق، وعندنا تحسين مستمر وغيره. طيب الخطة دي إذن هي واحدة من عناصر النظام الإداري لشأن السلامة. الخطة هذه حتى تكون بالطريقة المطلوبة عندها جاهزية. يعني الخطة دي هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن يعني رفع ضمانات الجاهزية لتحقيق الأهداف. عبر إيه؟ عبر يعني إعداد الموارد البشرية المطلوبة لهذا العمل، لهذه المهمة، وكذلك أهلية هذه الموارد البشرية الأفراد دول، وكذلك المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ الخطة كما يجب. ما في خطة بتتم بدون بشر يعني أكفاء، وبدون مواد مناسبة، وبدون مال عندها تمويل كذلك، على أساس إنه تضمن لها إن الخطة دي تمشي في الوقت الصح. لازم الموارد والتدريبات والمواد والحاجات دي توفر في الوقت المناسب، وطبعا لازم يكون في تمويل يساعد على تنفيذ هذه الخطة بالطريقة المطابقة. كذلك عندنا بقية عناصر الجاهزية اللي هي الزمن. الزمن ذاته يعني الخطة ذاتها كلما بتتعامل لأن يعني على أساس تنفذ وفقا لقالب زمني معين يوازي تنفيذ مشروع معين، يوازي مهام معينة أو كده، عشان لأنه أي فرق أو خلل في الزمن بيخل بالخطة نفسها. وهذا الزمن من إحدى ضوابطه عنده حاجة اسمها التسلسل والتزامن. التسلسل ده بيخلينا نعرف يعني شنو بعد شنو، ومتى يبدأ، هل يبدأ موازيا لهذا الشيء أم يبدأ قبله أم يبدأ بعده. في حاجات بتكون finish to start، في حاجات بتكون start to start، بتمشي parallel مع بعض أو في توازي، أو في حاجات start to finish، في يعني في حاجات مثلا بتكون مثلا بتبدا بعد نهايه عمل معين. نعم، هذا التزامن مطلوب جدا جدا، يعني من احد ضوابط الخطه.
ودي حاجه معروفه يعني في المشروعات. خطط السلام يتم اعدادها لتلبي احتياجات معينه، اولا لتطابق القوانين واللوائح، ثانيا لتوضيح الاهداف الاستراتيجيه والتشغيليه، لانه الاهداف نوعين، في اهداف استراتيجيه كبعيده المدى وواسعه النطاق، ويعني تتعلق بالبلد وسمعته وبالنظام الصناعي المعمول به وغيره، يعني حاجات كبيره. وكذلك عند اهداف تشغيليه بتكون مقصوده اثناء يعني تنفيذ المهام، الحاجات اللي قدامنا بتكون واضحه، والكور يعني تارجتس بتكون قدامنا، في كور تارجتس كده او اوبجكتيفز بتكون حاجات واضحه بالنسبه لنا وملموسه. في كذلك في الخطه لتلبي يعني نوع من الاحتياجات لتوضيح طبيعه الانشطه والاعمال بطريقه يعني كومبريهنسيف، طريقه شامله، ومعرفه المخاطر المتوقعه اثناء ممارسه الانشطه والمهام والتي تهدد العاملين وقطاعات الجمهور والممتلكات والاطراف الاخرى، وكيف هذه المخاطر تتحول الى مجازفات او الى ريسكس، ومن ثم الى حوادث. دي سيناريوهات يجب ان تكون معروفه عندما يعني يرسم او يصمم هذه الخطه. كذلك طرق وتقنيات التحكم في هذه المخاطر يجب ان تكون معلومه وموضوعه وفقا للتوقعات. التوقعات دي بتكون عبر الريسك ريجستر وغيره، وبتكون في يعني فيها نظام قد تكون عبر الحازب او غيره، لانه يعني احنا عرفنا المخاطر المتوقعه ايه وسجلات بتاعتنا بتاعت المخاطر وفقا لهذه الاعمال، وردنا انه بنتوقع واحد واثنين وثلاثه واربعه من المخاطر وغيرها. كذلك من اهميه خطه السلامه انها تسهل الاعمال وترفع ضمانات السلامه. ليه؟ لانها بتضمن لنا الجاهزيه والجدول الزمنيه المطلوبه والموارد المطلوبه بشريه وماديه وغيرها، وترفع لنا ضمانات السلامه والصحه المهنيه وفقا القوالب الزمنيه والامكانات الماليه المتاحه كما اسلفنا. كذلك لها متطلبات اخرى، يعني هذه تعتمد وتختلف من مكان لاخر، من موقع لاخر. خطط السلامه لها مكونات، وهذه المكونات يعني هي مهمه جدا ان احنا نكون على درايه بانه الخطه دي بتتكون من شنو، عشان كده المكونات دي بتتخطى في اول الصفحات في شكل ليجند او فهرس بيشمل كل العناصر المطلوبه. زي ايه؟ زي الغرض والبربس، نطاق سكوب، التعاريف والمختصرات. يعني النطاق بنقصد به يعني النطاق، الغرض طبعا بيكون واضح انه الخطه دي معموله ل يعني تحقيق اكبر قدر ممكن من السلامه والصحه واعلى مستويات السلامه والصحه المهنيه واقل قدر ممكن من الحوادث والمخالفات و ده الغرض بتاعه داخل النطاق المعين اللي هو العمل بتاعنا اللي هو 1 2 3 من تفاصيل هذا العمل، والمكان الموجود فيه جغرافيا وزمانيا. يعني بيكون في نطاق جغرافي مكاني او نطاق زماني، وفي نطاق ذاته بتاع يعني صلاحيات ومسؤوليات، في حاجات بتكون خارج نطاقنا احنا، دي يعني احنا ممكن ندخلها في الخطه بتاعتنا. ليه؟ لانه بتستهلك مننا موارد وجهد ومال، وبتضعف الاداء بتاعنا في الكور بيزنس اللي احنا شغالين فيه او في الكور ميشن اللي احنا شغالين فيه. عشان كده النطاق لازم يكون محدد بدقه ومعروف حدوده وامتداداته وين، يعني طبعا دي نصريات بيسموها داله، يعني هي داله طبعا. التعاريف والمختصرات طبعا مطلوبه جدا انها تدرج ضمن مكونات خطه السلامه اللي هي abbreviations and definitions، ومهمتها انها تسهل على من يطلع على الخطه معرفه المختصرات والتعاريف المهمه حتى لا تختلط عليه الامور، لان لغه السلامه كما تعلمون لغه خاصه، لا تختلف جدا
عن لغات التخصصات الأخرى قد تتشارك معها أو تتقاطع معها في بعض المصطلحات، ولكن تبقى لغة مجال السلامة لغة متفردة، لغة غنية، لغة راقية، ولغة رفيعة جدا جدا، لأنها مرتبطة بمعظم مجالات الحياة ومجالات الدراسات العلمية. القيادة أو الليدرشيب، البوليسي والكوميتمنت، دي من الحياة المهمة جدا جدا، إنه تفرد لها أبواب مخصصة، إنه توري قيادة الشركة هي يعني منو دور شنو، الدور بتاع القيادة دي شنو في تيسير ورفع ضمانات تحقيق أهداف السلامة، لأن السياسة بتاعة السلامة نفسها هي تعتمد من قبل القيادة وتدعم يعني كليا وجزئيا من قيادة المؤسسة، وأيضا الالتزام الكامل لتحقيق يعني هذه السياسة وجعلها واقعا يعني يمكن الالتزام به. هذه المسألة أيضا من مهام القيادة إنها تيسر هذا الالتزام بهذه السياسة. عشان كده بنلقى في ترابط واضح جدا بين قيادة المؤسسة بصفتها الضامن للسياسة والالتزام اللي بتضمن السياسة نفسها. يعني السياسة هي دائما بيقول لك تلتزم المؤسسة الفلانية بإنها تعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من ضمانات السلامة المهنية لرفع مستويات السلامة إلى أعلى حد ممكن، وتخفيض الحوادث والمخالفات المحتملة إلى أقل حد ممكن، عبر التزام كامل بواحد اثنين ثلاث أربعة. دي السياسة اللي هي بتتعامل، وبعد ما يعني تجاز من المؤسسة بتوضع في باب المؤسسة، بتوضع في عنوان الخطة ذاتها، في أول الخطة بتوضع في مكاتب، وتكون دائما موجودة كوثيقة موقعة ومختومة من قبل أعلى إدارة أو أعلى قيادة في المؤسسة، يعني رئيس مجلس الإدارة، المدير العام، على إدارة في المؤسسة هي اللي دائما بتكون يعني على علم بهذه الخطة وتشرف على تجديدها في المستقبل وتحديثها. كذلك عندنا الأهداف أو الـ HSE Objectives، دي برضو يعني بتكون موضحة ضمن الخطة، إنها يعني الأهداف دي تكون واضحة زي ما أسلفنا قبلك، إنه النطاق ذاته بيشمل هذه الأهداف، إنه أنا أهدافي دي بتكون داخل نطاق معين بتحقيق أكبر قدر ممكن من السلامة وصحة ومحافظة على الممتلكات ورفع مستوى المؤسسة ورفع سمعة المؤسسة، الحفاظ على تدفق الأرباح وعدم تأثر الأعمال بالتوقف بسبب المخالفات، الحفاظ على استمرارية العمل مثلا بنسميها وسلاسة الأعمال، دي وغيرها كثير من الأهداف هي من الأهداف اللي بتكون يعني موضوعة ضمن الخطة وليها اعتبار خاص جدا جدا، وهي أول ما يطلع عليه المراقبون من سواء من الكلاينت ملاك أصحاب الأعمال مخدمين أو جهات الرقابة الرسمية أو الجهات الدولية. دي كلها يعني وش بيشوفوا الأهداف بتاعتنا، دي من الحاجات اللي بيشوفوا أول حاجة بعد ما يشوفوا نحن غرضنا شنو، نطاقنا شنو، عارفنا حاجاتنا وسياستنا وقيادتنا والتزامنا، بيشوفوا أهداف. كذلك تنظيم الأدوار والمسؤوليات، وهو يعني شيء يعني حساس جدا وله أهمية كبيرة جدا، إنه المؤسسة بتوضح عبر الخطة إنه ما هي المهام والأدوار ولمن توكل هذه المهام والأدوار وفقا لجدارات خاصة. والجدارة طبعا كما تعلمون تشمل الأهلية العلمية أو التأهيل العلمي، ومن ثم الخبرة، ومن ثم المهارات، ومن ثم القدرات. دي برضو يعني الكومبيتنس سيتنج والـ
setting of roles and responsibilities تنظيم الأدوار والمهام والمسؤوليات ولمن توكل وعلى أي أساس. ده هنا نظام الorganization وداخله طبعا بالشغل بتاع بناء الجدارات والتدريبات وغيره وغيره من حاجات، يعني هي كأنواع من أنواع المهام برضو اللي تدرج ضمن الorganization أو ضمن مسألة التنظيم. عندنا كذلك مؤشرات الأداء يعني تدرج في الخطة، يعني إن شيء يعني له اعتباره وينفذ بطرق معينة، إنه مؤشرات الأداء هذه فيها مؤشرات تقود إلى الأمام أو تدفع المهام بتاعتنا قدما نحو الأمام، وفي بعض المؤشرات اللي هي تعوق أو تؤخر تحقيقنا لأهدافنا وترجعنا إلى الخلف. عشان كده بيسموها الـ Key Performance Indicators Leading and Lagging. إذا كانت Leading هي بترفعنا لفوق دائما، يعني بتساعدنا إننا نتأهل نمشي لقدام نتقدم في أهدافنا وفي تحقيقنا لأهدافنا وفي سمعتنا وفي كده كلها بنمشي بها لقدام، دي Leading. أي حاجة أخرنا بتعوضنا دي اسمها Lagging. كذلك مؤشرات الأداء ذاتها يعني عندها طرق كثيرة لتوضيحها ولتبيانها، بتعتمد يعني من كل مؤسسة الأخرى، لكن عادة بتكون مثلا بالطريقة بتاعة ماذا لدينا من الخطط الموضوعة الأهداف الموضوعة ضمن خطتنا. عندنا أهداف معينة، هذه الأهداف بتخطى في شكل بنود وحاجات قابلة للتحقيق، ما بيخد حاجات وهمية، حاجات بتكون smart اللي هي بتكون يعني significant وبتكون measurable وبتكون يعني achievable، بتكون بتكون يعني الار والتي بتكون حاجة timetable برضو، يعني الحاجات دي الأهداف دي بتكون يعني قابلة للتحقيق، ما بنخد أهداف وهمية وبنقول للناس دي أهدافنا، لازم أهدافنا المخطوطة دي بتكون أهداف واضحة. عشان كده في مؤشرات الأداء بنرجع تاني نؤكد على أنه بنقول المخطط له شنو من الأهداف، ده في القوائم. بعدين تجي التابل البعدة أو العمود كولوم البعدة بيقول لنا مثلا ما تحقق منه بنسبة كم في المية أو بأي نوع من البارامترز بتاعت القياس، وهنا بنوضح الانحراف كان بمقدار كم عما خططنا له، وفي آخر كولوم مثلا بنوضح أسباب هذا الانحراف، سواء كان مثلا نجاح هذا يعزى إلى 1 2 3 4 نحن حققنا أهدافنا بكده برضو نضيها كملاحظات، وإنه انحرافنا ده أو تأخرنا عن تحقيق هذه الأهداف أو إخفاقنا في تحقيق النسبة المرجوة، هذا التأخير حصل بسبب 1 2 3 4 من المسببات. دي برضو توضح في يعني مؤشرات الأداء، يعني في التقرير بتاع مؤشرات الأداء أو KPI. عندنا أيضا خطة تنفيذ الأعمال ومتطلباتها. في كل بلانت أو في كل موقع عمل أو في كل عدة مواقع إذا كانت متعددة أو أنشطة بنعمل بنوضع كيف تنفذ هذه الأعمال من قبل من، وماذا تحتاج لآليات ومن معدات ومن تصريحات ومن تصاديق ومن تجهيزات مالية ومن تجهيزات يعني تخص الموارد البشرية ومن تجهيزات يسموها well-being conditions أو الاشتراطات اللي يحتاجوها العمال كبشر، واللي في اشتراطات مختصة بالجمهور والتعامل معه، ويعني كثير من الحياة دي بتخش ضمن خطة تنفيذ الأعمال وبتكون معلومة حتى لا تفاجئنا واحدة من المستجدات وتجدنا غير جاهزين وتحصل لنا ربكة، والربكة دي طبعا غير ما أنها بتضر بينا كثير جدا
بترفع لنا مقدار المجازفات، لأن الإنسان لما نعمل شيء هو غير مجهز له أكيد بيعرض نفسه لمجازفات غير محسوبة وغير متوقعة، وقد تكون هذه المجازفات تعرض العاملين أو الأطراف الأخرى لحوادث مثل الجمهور أو الممتلكات أو الممتلكات العامة، أو مثلا في أعمال كونستراكشن ممكن ببساطة تعطل سير العمل، في الأسواق ممكن تعطل سير العمل، ممكن تسبب يعني إزعاج وضيق كبير جدا جدا. ليه؟ لأنه في الأنشطة والأعمال كان في حاجات ما موضوع موضع الاعتبار وما موضوع لها حساب صحيح. كذلك المواد والآليات والمعدات المطلوبة، لا بد أن تذكر إنك هتستخدم نوع من الآليات على أساس تنفذ الأعمال والأنشطة، 1 2 3 4. يعني في بعض الأعمال تحتاج لرافعات زي أعمال الليفتينج، لازم توضح إنه أنت عندك الرافعات دي وعندك الرافعات المناسبة التي تتحمل أثقالا، حتى كده مثلا عندك معدات للحفر، لازم توضح أنه عندك معدات للحفر سواء بتوفرها مؤسستك كأصول داخل المؤسسة من ممتلكات المؤسسة، أو تؤجر من قبل الجهات عبر اعتمادات خاصة، أنه هذه الجهات مصرح لها بتأجير هذه المعدات، وهذه المعدات على قدر عالي من الجودة ومعاملات الأمان، ومعتمدة من قبل أطراف ثالثة تعتمدها الحكومة وجهات عبر الجهات الرقابة الرسمية، يعني في مساح دولي مثلا، في حاجات بتعتمد الوزارات أو المصالح الحكومية المعينة، الحاجات دي تكون دائما عندها third party certificate أو اعتماد من طرف ثالث معتبر. لازم توضح أن هستخدم نوع من الآليات والمعدات، الحاجات دي إن المؤسسة ملتزمة بتوفيرها، وفي حالة إنه حصلت فيها أعطال نحن هنتصرف بالطريقة 1 2 3 4، هنعمل الخطوات التالية لحل مشكلة عدم توفر آلية، إذا حصل عطل بآلية إحنا برضو عندنا جاهزية معينة. يعني مش يعني المواد شنو والآليات شنو بس، لا، المواد والآليات والجاهزية المطلوبة لاستمرارية إنها تؤدي الأغراض المطلوبة بالطريقة الصحيحة، وفي حالة تحصل أي طارئ إحنا عندنا الجاهزية لإصلاح هذه الطوارئ. هذا كله يجب توضيحه في الخطة بإيجاز وباحترافية عشان ما يكون الكلام فيه إسهاب. الحراسة والتأمين من الحاجات المهمة جدا، توضح أنه أنت بتحرس مواقعك، بتأمنها من دخول غير المرغوب فيهم، من الدخول يعني الحيوانات، من دخول الناس اللي مثلا في ناس مخربين بيدخلوا، في لصوص بيجي بيشيلوا الممتلكات والحاجات دي كلها مشان تعطل العمل وتعوقه، حتى دخول الجمهور العاديين ديل يعني للمنطقة دي لا يجب أن لا يتم إلا وفقا لاحترازات خاصة وبعلم عناصر وكوادر الحراسة والتأمين اللي هم على علم ودراية بالخطوات التعامل مع دخول الأفراد إلى الموقع، سواء كانوا زوار أو مقاولين أو ممولين أو جهات تفتيش، كل زول فيهم بيجي داخل يعني بعلم طواقم الحراسة والتأمين وفقا لإجراءات خاصة بعد ارتداء مهمات الوقاية الشخصية وغيرها. كذلك عندنا مسألة التخزين والمناولة، دي من العناصر المهمة جدا في الخطة، إنه أنا مخازني الحاخد فيها المواد دي وين، الحاجات دي أنا حاجيبها، إذا حاجيبها من مخازن العميل بدينا المواد حاجيبها كيف، وفقا لشنو حنقولها بشنو، حتترفع كيف، حتتنزل كيف، هل حينزلها منو، في حاجات معرضة للتلف، في حاجات كده أنا أعددتها، ماذا أعددت لها لكي يتم تخزينها ومناولتها ووضعها حتى آخر مكان للاستخدام بالطريقة الصحيحة، سواء كانت مواد أو آليات أو معدات، كلها عندها تخزين وعندها مناولة وعندها نقل كمان، يعني هي تنقل من مكان لمكان، كل هذه الأشياء يجب أن تدرج ضمن الخطة في بند اسمه التخزين والمناولة،
وممكن نضيف لها النقي أيضا. الخطوة التالية عندنا الأعمال ذات الخطورة العالية. في دائما أعمال خطورتها معروفة ومحدودة والضرر الذي ينتج عنها قليل، هذه لا نحملها ونعد لها عدتها وجاهزيتها المطلوبة. لكن كذلك توجد أعمال لها خطورة مرتفعة جدا ومردودات عالية جدا، اللي هي حيكلمكم عنها أخونا محمد الهيثم، دكتور محمد الهيثم، في الفقرات التالية بإذن الله عن الهاي بوتنشال ريسك أو الهاي بوتنشال إنسيدنت. يعني في حاجات كده، في أنواع من الوقائع الخطرة أو الوقائع غير المرغوبة، حوادث. يعني هذه الوقائع قد تحمل في طياتها خطورة عالية جدا جدا، لذلك هذه الأعمال يجب أن تكون موضوعة في الاعتبار ضمن الريسك ريجستر بتاعنا، سجل المخاطر اللي بنتوقع. بيقول لك مثلا في الريسك ريجستر قد تحدث انفجارات، مثلا الانفجارات دي مثلا في تاريخ مؤسستنا مثلا حصلت مرة واحدة، في تاريخ المؤسسات المشابهة حصلت مرة ومرتين عند بعض الشركات المشابهة المجاورة، على مستوى البلد وعلى مستوى المجال كله بتحصل مثلا بمعدل مرتين في السنة أو كده. أو يقول لك مثلا الحاجة دي نادرة الحدوث، نادرة الحدوث، ما بتحصل يعني بتكرار كثير. ليه؟ لأنه مثلا الناس عرفتها وبيعتها وكده، لكن برضو هي تدرج ضمن الريسك ريجستر، لأنه يوم تحصل العواقب بتاعتها بتكون وخيمة. عشان كده الريسك ريجستر يعني يجب أن يشتمل على المخاطر الجادة، يعني ما يحمل يعني مخاطر ليست ذات أهمية. يعني يخد دائما مخاطر عندها اعتبار وعندها احتماليات إنها تقع وعندها عواقب، يخد علينا يعني الحاجات بالإنجليزي تقول عليها يخد السيجنيفيشنس والحاجات الاكسبكتد، ما يخط لنا الحاجات النون كاونتابل او الحاجات الترايفيال ديتيلز. يتحاشى الترايفيال ديتيلز او المعلومات الحشو زي ما بنقول، على اساس انه الناس يعني تكون عندها نوع من الموضوعيه في توقع المخاطر ويكون عندها الجاهزيه المناسبه. اما في بعض الاعمال مثلا بيحصل فيها سكراتشز، بيحصل فيها مثلا مثلا بتعمل تعب شويه للعامل او كده، يعني حاجه مؤقته، دي حاجات بسيطه يعني حتى اذا ادريت ما بتدرج بالاولويه العاليه اللي هي توضع بها مثلا مخاطر السقوط، مخاطر الانفجار، مخاطر الانغلاق داخل اماكن مغلقه confined spaces، مخاطر الغرق، مخاطر اسمها يعني انهيارات كده. يعني دي الحاجات اللي عندها خطورة عالية جدا، دي الحاجات اللي توضع في الأولوية في سجلات المخاطر. كذلك توضع برامج للنظافة والترتيب، إنه عندنا فرق في مؤسستنا حتقوم بالنظافة والترتيب على نطاقات التواجد والشغل والمهام بتاعتنا، ولا معسكرات العمال وغرف نومهم والحمامات والمطابخ وغيرها، يعني وكل العواليارد حوش ذات والماكن التخزين، دي كل حاجات عايزة نظافة وترتيب. لازم في الخطة نوضح إنها حتنظف وترتب بها تجداول، والعمال حيقوموا بها مثلا بتسلسل معين وفقا لتزامن، أو يعني تزامن على فترات، مثلا كل مثلا يوم يعني في الأسبوع 3 أيام في وقت مثلا جزء من العمال بيرتاح بيقوم بجزء من النظافة. نوضح الحاجة دي عموما على حسب الجداول اللي احنا بنقترحها وعلى حسب المؤسسة وحجمها وإنتاج المؤسسة هذه للنفايات ذاتها. يعني في أعمال كثيرة بتطلع عنها نفايات، يعني أعمال البناء والتشييد فيها نفايات كثيرة، فيها كرتون، فيها خشب، فيها تربة تزاح، فيها نفايات منزلية، بواقي أكل،
لا بواقي مواد مغلفة ومعلبة و و و يعني في كثير من المواد بتجي داخل كراتين، داخل صناديق، داخل كده، في حاجات مربوطة بأقمشة، في حاجات مخطوطة بمواد فايبر بتاع. فدي النفايات دي كلها عايزة إدارة، سواء كانت نفايات يعني على نطاق المعسكرات والعمال والأكوموديشن، أو تكون يعني نفايات على مستوى العمل ذاته والميدان، وفي الميدان ذاته أو مواقع الصناعة والمصانع أو غيرها. النفايات دي بتطلع من شنو؟ من الأعمال. بنجمعها كيف؟ المحاذير اللي بنعملها أثناء ما بنجمعها بنوديها وين؟ المسؤول من بعد ذاك من النظافة والترتيب، دي الفرق دي ترتيبها كيف؟ عندنا 3 شيفت مثلا في اليوم، شيفتين في اليوم، كده على حسب ما يتفق عليه وحسب حجم المؤسسة ومهامها وظروفها الداخلية. إدارة النفايات بتأتي كعمل متكامل مع النظافة والترتيب، لأنه إحنا لازم نوضح المواد اللي بنعملها دي بنفرزها ولا بنحطها بلك كده مع بعض. الصحيح إنه لازم توضح في خططك إنه أنت بتفرز النفايات دي، الحديد براوي، البلاستيك براوي، الورق براوي، الخشب براوي، حتى النفايات المنزلية تفرز براوي، لأنه بتصنع منها أسمدة وتصنع منها يعني حاجات يعني تخمر، يطلع منها غاز طبيعي، غاز بيولوجي وغيرها. انت توضح يعني ضمن خططك انت هتتعامل كيف مع هذا المنتج من النفايات، باقي الحديد، باقي الخشب، باقي القزاز، باقي البلاستيك، باقي الورق، باقي القماش، باقي الالياف والفايبرز والحاجات زي دي، الاجسام الصلبه، الحاجات الكبيره الماسيف ويست، الحاجات الصغيره، الحاجات النفايات الخطره، اذا عندك زيوت او عندك مواد كيميائيه او كده، عندك فوائد مواد اكسبايرد انت عايز يعني تتخلص منها، كلها بتمشي وفقا لترتيب معين الى اماكن اعاده التدوير. في بعض النفايات قد لا تقبل اعاده التدوير وتتطلب الدمبينج، انها مثلا تدفن على اساس انها يعني لقدام في التربه هي تتحلل بنفسها او كده مثلا، على اساس انها لا يعاد تدويرها. دي زي نفايات الاسبستوس او كده، لانها هي في الاخر بترجع لعناصرها الاخيره بعد زمن طويل، فدي بتوجد توضع مثلا في مقابر دائمه على اساس انها يعني في مكانها ده بترجع بعدين، ترجع يعني هي معظمها سيليكات وسيليكون وحاجات زي دي، بترجع لعناصر التربه الاساسيه بعد زمن طويل بدون ما انه يعني نضطر ان نكسرها او نعرضها لاي حاجه ممكن ترفع من خطورتها. اي نوع من النفايات بنوضح نوع شنو وبنتعامل معها كيف، بنوديها وين، وبناخذ عليها يعني توثيق ودوكومنتس بتوضح انه احنا وديناها وتم الاستفاده منها في اعاده تدويرها عبر المؤسسه الفلانيه الفلانيه، اديناهم 1 2 3 4 من انواع النفايات، والانواع الثانيه وديناها لجهه خاصه بتاعت المواد الخطره مثلا او كده. كل حاجه خطيناها وفقا للجهات التي تتولى اعاده تدويرها او اعدامها، في حاجه بيقولوا عليها دامبينج او في حاجه بيقولوا عليها انسينيريشن. طبعا طرق بنوضح برضو احنا متين بنستخدم ريوز، متين بنستخدم ريسايكل، متين بنوديها لدمبينج، كان بنوديها لانسينريشن او غيرها من الحاجات دي. يعني دي كلها بنوضحها وفقا للخطه البيئيه واداره النفايات. الخطه البيئيه طبعا بتشمل الكلام ده كله، انه انا بتعامل كيف مع الريسورسز والموارد وخيرات الطبيعه من مياه وتربه و هواء. المياه والتربه والهواء ده المثلث اللي بيكون لنا عناصر البيئه. نحن عملنا شنو من اجل تقليل التلوث؟ بنصرف عرباتنا كم؟ بتطلع كم من السموم من الغازات السامه خلال كل يوم، خلال كل شهر، خلال كل سنه؟ يعني في اخر كل سنه لازم يكون عندنا يعني تقرير، كل ربع سنه تقرير، كل شهر تقرير.
نحن يعني بننتج كم، وكل يوم بنعرف مقدار التلوث الذي تصدره سياراتنا وآلياتنا، بتستهلك كم من الوقود، نحن ذاتنا بنستهلك كم من الكهرباء، ونحن ذاتنا يعني بنستهلك كم من المياه، وبننتج كم من مياه الصرف الصحي، بننتج كم من المياه العادمة أثناء شغلنا، يعني من المواد الضارة، من الدخان، من غيره. دي كل حاجات دي احنا بنخطها وفقا لتصور معين، على أساس أنه تعرف عبر خطتنا بالنسبة للكلاينت نحن هنتعامل كيف مع النفايات اللي بتنتجها مؤسستنا في أثناء ممارسات لأنشطتها، وعندنا شنو تصور إن نقلل الصرف ونقلل الاستهلاك ونقلل إنتاج هذه العناصر الضارة بقدر الإمكان وبأي طريقة. كذلك يجب عبر الخطة توضيح سبل التواصل بين جهات الشركة المختلفة وعناصرها وكوادرها والشخصيات المفتاحية ورؤساء الورديات، المهندسين، مدراء المشاريع وغيرهم، مدراء الأقسام، مدراء المواقع، مهندسي السلامة، ضباط السلامة، مشرفي السلامة. التواصل مع الجهات الاستشارية بيكون كيف؟ التواصل مع المخدم أو الإمبلوير بيكون كيف؟ التواصل مع جهات الرقابة الرسمية في حالات الطوارئ، في حالات طلب المساعدة. هنتواصل في حين من الأحيان عبر إيه؟ عبر البريد الإلكتروني، هنتواصل عبر اللوحات الإرشادية والتحذيرية، هنتواصل عبر الهاتف، هنتواصل أحيانا فيزيكال، يعني حاجات حساسة بتكون لازم يكون في يعني فيس تو فيس التواصل والتسليم والتسلم، زي تسليم مثلا أذونات العمل. هنا الكوميونيكيشن بتكون فيزيكال، ما بتكون عبر بريد إلكتروني ولا إرسال ولا تليفون ولا غيره، لأنه إحنا هنا نتحدث عن مخاطر ميدانية ومسؤوليات مباشرة وتوقيع بالمسؤولية، وفي يعني محاسبية يعني على هذا الكلام. إذن في كل شأن من الشؤون نحن بنوضح، بنتواصل مع بعضنا البعض كيف ومع غيرنا كيف. في ناس يعني الجمهور مثلا التواصل معه بيكون عندنا صافرات إنذار لو حصلت حاجة بنصفر، عندنا أعلام، رايات، عندنا لوحات إرشادية وتحذيرية، عندنا يعني أشخاص كبانكسمان أو كمارشالز بيوجهوا السيارات، بيوجهوا المارة لعدم الدخول في منطقة معينة لتلافي خطر كده. يعني في يعني الحاجات دي كلها يعني هي طريقة بتوضح إنه في شيء ما يحدث، أو شيء ما حدث، أو شيء ما سيحدث. كيف يتم التواصل بينيا ومع الأطراف الخارجية المعنية أو الأطراف الأخرى اللي قد تكون يعني involved يعني by the circumstances، يعني إنه يعني هم موجودين حاليا ولحظيا ويجب التعاطي معهم عبر سبل التواصل الناجعة. من مكونات خطة السلامة ضبط الجدارات والخطط التدريبية والفحوصات الطبية، دي طبعا معروفة، فحوصات قبلية بعدية، فحوصات دورية، فحوصات طارئة. عندنا فحوصات الآليات والمعدات زي ما وضحنا عبر طرف ثالث يورينا إنه يعني الحاجات دي مطابقة للقوانين، مطابقة للوائح، مطابقة لمواصفات الجودة والسلامة وآمن الاستخدام. جاهزية الطوارئ، إحنا كيف حنعمل إذا حصل لنا طارئ، إذا حصل حريق، إذا حصل انهيار، إذا حصل كده، عندنا خطوات معينة من إنقاذ لإطفاء حرائق، لإسعافات أولية، لإنقاذ عالقين. يعني كلها حاجات يعني توضح، يعني إخلاء المبنى ذاته وإخلاء الجمهور، حاجات دي كلها توضح في الخطة. إذا حصلت نحن عندنا طاقم مدرب، وعندنا من أصل كذا عامل هو مهندس وكذا، عندنا هذه النسبة
وهذه النسبة يعني يعاد تدريبها باستمرار حتى تكون يعني على يعني مواكبة لما يحدث من التطورات. ده كله نوضح حقوق. كذلك ضمن الخطة بنوضح التحقيق في الحوادث، إذا حصلت حوادث من اللي بيحقق في الحوادث والآلية اللي بيحقق بها، كيف لمعرفة الأسباب المباشرة والأسباب المتنحية والأسباب الجذرية. كذلك اجتماعات الدورية للجان السلامة يحصل فيها شنو، ماذا يناقش فيها من بنود و دي كلها توضح عبر الخطة. كذلك شراء وتوفير مهمات الوقاية الشخصية، دي حاجة سهلة وبيعرفها الجميع. سجلات المخاطر حكينا عنها، اللي هو الريسك ريجسترينج أو الهيلث انفيرومنتال مانجمنت بلان، يعني سجلات المخاطر HEMP اللي هو الريسك ريجسترينج، حكينا عنه قبلك انه بتسجل فيه الحاجات المتوقعه وبتحدث عاده ومعدلات حدوثها في مجالك او في مجالات مشابهين لك او في الصناعه بشكل عام. تقييمات المخاطر ريسك اسسمنت بعناصرها كلها معروفه للجميع، تعرف على الخطر، تحديد المهددين والكيفيه، الإعدادات السابقة ومدى فاعليتها، تسجيل المخرجات، تنفيذها وإعادة التقييم متى ما تطلب ذلك لتقييمات المخاطر. عندنا إدارة المخاطر معلومة هي مشابهة لتقييم المخاطر، ولكن النطاق بتاعها أوسع شوية، اللي هو بيتناول كل أنواع من المخاطر في شكل تسلسلي، نحن بنتعامل معها كيف مع كل نوع من أنواع المخاطر، بيكون فيها تفصيل أكثر لكل نوع من أنواع المخاطر الكبيرة أو significant hazard. عندنا التقارير الدورية تدرج ضمن الخطة أيضا، لأنه إحنا يعني شهريا بنعمل تقرير فيه اشتغلنا كم TBT في هذا الشهر، اشتغلنا كم تدريب، اشتغلنا كم اجتماع ميداني، جانا كم زائر، جانا كم ممول، حصل لنا كم حادث، حصل لنا كم حادث وشيك أو مخالفات، جانا كم تفتيش دوري، كم ملاحظات اتوضعت علينا وغيرها. عندنا كذلك قوالب التقارير المعتمدة، أي تقرير من التقارير دي عنده قالب معين، إما يعني يكون عندك الحرية تعمله أنت وفقا لمؤسستك، أو إنه الكلاينت أو جهة الرقابة طالبك بترتيب معين للعناصر بتاعته، فأنت بتعمل وفقا للمطلوب. إذا ما في مطلوب بتعمل وفقا لمواصفاتك أنت وللحاجة اللي بتستر لك عملك. المخالفات وإجراءات تصحيحية برضو بتوضح في خططك إنه في حالة حصلت مخالفات بتتعامل معها كيف، الإجراءات التصحيحية، كلوز أوت، الجداول الزمنية غيرها. توضح كذلك نظام التحفيز والمحاسبة بالنسبة لعمالك، دي لأنها حاجة مهمة جدا، يعني لازم يكون عندك نظام بتاع مكافآت وتحفيز ومحاسبة، لأنه يعني دي جزء من الحياة اللي بترفع سمعة الشركة وبترفع أدائها وبترفع إنتاجيتها وبترفع يعني من قدرها لدى الجهات الرسمية والعالمية. لازم برضو توضح أن الحياة دي تكون حقيقية وليست صورية، ويعني توضحها في خططك أنه أنت حاجة دي بتعملها بطريقة دورية وكده. دي من الأشياء الجميلة يعني المطلوبة، هو نوع من الاستعراض لكنه يعني مطلوب برضو ويحبذ إنه يكون حقيقي، يعني ما يكون يتخطى كشيء يعني للتمويه. يعني في كذلك مرفقات تخط نماذج للوثائق الرسمية، TBT شكله كيف، اللي هو تنوير اليومي الصباحي عن الأعمال والمهام، المخاطر المتوقعة والأفعال المأمونة المطلوب والسلوك الآمن المطلوب، الحضور، تواقيعهم وأنواع بقية الملحوظات أو أي متطلبات أخرى وفقا للأعمال واللوائح. دي برضو أنت ممكن يعني تدريج ضمن الخطة بتاعتك. في توضيحات مهمة في بداية كل خطة، إحنا بنوضح يا جماعة إنه المؤسسة اسمها شنو، الترويسة الثابتة، اسم وتوقيع من قام بإعداد الخطة، اسم وتوقيع مدير المشروعات أو المدير الهندسي الأول، اسم وتوقيع مدير عام المؤسسة أو رئيس مجلس الإدارة،
ده كله يوضح في بداية الخطة في شكل مربعات كده يعني بيتخطى اللي في العنوان، الزول بيطالعها مع الغلاف طوالي. اسم وتوقيع الجهة المعتمدة للخطة، إذا في كلاينت كبير معتمدك أو إذا في جهة رسمية معتمدك تأخذ اسمها وتوقيعها وختمها طبعا، وتشير إلى أنه أنت الخطة دي عملتها بموجبياته، نوع من المرجعيات. مقدمة الخطة يا جماعة فيها نبذة عن المؤسسة، استراتيجيتها، مشروعاتها وأنشطتها، كوادرها وإمكانياتها، نجاحاتها وتطورها، والتزامها بالقوانين واللوائح، وكذلك تصورها العام لإنجاز هذا المشروع. الكلام ده يعني عشان احنا نوضحه، في حاجة اسمها يعني سياسة السلامة هي اللي بتضمن لنا أن المؤسسة دي ملتزمة بكل ما احنا أوردناه من خططنا من عمل دعائي وترويجي وكلام، يعني قد عشان ما يكون كلام ثيوري سياستنا لازم تصدق هذا الكلام. عشان كده سياستنا دي بنفرد لها صفحة خاصة في الخطة وبتكون واقعية. السياسة احنا قلنا شنو؟ التزام المالك او الجهات، يعني الالتزامي انا كمؤسسة للمالك العمل او للجهات الرسمية لتحقيق اهداف السلام والصحة المهنية والبيئة، انا بلتزم بشنو وآليات شنو عشان احقق هذا الالتزام. السياسة لازم تكون واقعية، لازم تضاف لها السياسات الفرعية زي سياسة التنمية المستدامة، الحفاظ على التنمية المستدامة، سياسة السلوك الأخلاقي، سياسة مثلا أحيانا في شركات بتطالبك بسياسة منع الكحول والتدخين داخل مكان العمل، في مؤسسات بيقول لك إحنا دارين سياسة بتورينا السلوك السوي داخل مكان العمل وداخل المواقع وداخل المعسكرات. مثلا في سياسات بيقول لك خط لي سياستك في التعامل مع النفايات والملوثات، يعني كل جهة بتطلب منك ربما يعني سياسة فرعية، فأنت بتخلي سياستك الكبيرة شاملة، وإذا طلبوا منك سياسات فرعية بتدريجة كجزء إضافي أو ملحقات بهذه السياسة، تعتمد وتوضع في نسخ إلكترونية وورقية وتعلق في أبواب المؤسسات وفي كل مكان وتعمم على الجميع. المتطلبات الإنسانية يجب أن تجرد في الخطة، من مياه شرب، أماكن قضاء الحاجة، أماكن تأدية الشعائر، خيام، الحاجات زي دي، معدات، توضح الحاجات دي إنك بتوفرها كيف، زي ما في الصورة، هتنفذ الأعمال ذات الخطورة العالية كيف، أعمال الرفع والإنزال، أعمال يعني أنا كنت خطيت لك كده كنماذج يعني توضيحية. إنه إذا عندك أعمال ذات خطورة خاصة بتوضح عبر خطتك إنك حتنفذها كيف واحتياطاتك هي شنو. كذلك تقييمات وسجلات المخاطر برضو بتوضح تعريف تعرف على مصادر الأخطار وأفضل خيارات، ويعني الخبرة التراكمية ذاتها ورتك شنو إنه تكرار الحوادث دي بدين كيف، وإحنا كان سبق وحدثنا عن هذا الأمر بتاع الريسك ريجستر والأسسمنت. كذلك الاختبارات والفحوصات بنوضح إن حاجة مهمة جدا كيف بتعمل دوريا على داخل نطاق المؤسسة أو يعني عبر طرف ثالث بالتيم كيف. في فحوصات بنعمل إحنا بشكل يومي بنعمل لها تشيك ليست، في فحوصات بنعملها بشكل دوري عبر جهات معتمدة وبتدينا بها شهادات، بكلها نوضحها، مواعيدها، الطرق اللي بنعملها بها، والسجلات حتوضع كيف وتسجل كيف والبوقع عليها منو كده. الخطة البيئية برضو احنا قبل تكلمنا عنها، بنوري هنا النفايات بنجمعها كيف، بنفرزها كيف، إعادة استخدامها بنوديها وين، حتات الملوثات الخطرة بنعمل معها شنو، بنستهلك ذاته احنا كم من خيرات الطبيعة وبنضر بالطبيعة بقدر كم، يعني من إصدارنا للدخان وال مياه العادمة وغيره وغيره، المياه الصرف الصحي وغيره، نوضحها برضه. خطة الطوارئ طبعا معروف انه هي يعني كيف نتعامل مع الحالات بتاعت الطوارئ، الفرق، التدريب، الجاهزية، المواد، المعدات، التسلسل بتاع الخطوات والمسؤولين عن قيادة هذه العمليات. والعمليات بتكون شنو؟ إخلاء، إطفاء، إنقاذ للعالقين، إسعافات أولية،
إخلاء للمرضى والمصابين لأقرب مراكز علاجية، وهكذا معالجة التسرب اللي بقول عليها الليك كنترول أو الليك انترفينشن، إذا حصل لك سبيل كنترول أو كده، وغيره من الضروريات اللي تتطلب طوارئ، انحيارات، كولابس كده. تدريب طبعا، خطة التدريب دي معروفة بالنسبة للجميع، في تدريبات على مستوى المؤسسة دي بينفذها المهندسين والمسؤولين والفنيين المهر. في تدريبات عبر طرف ثالث، اللي هي دي تدريبات عندها اعتماد معين، بتطالب بتدريبات ذات مستوى رفيع، شهادات مستوى رفيع، تحدث دوريا واستق وتجدد يعني دوريا على اساس ترفع علينا الضمانات. اجتماعات لجان السلامه توضح عبر الخطه، لانه المدير يعني بيجي عاده بيكون رئيس للاجتماع الدوري، يوضح هذا الامر. مدير السلامه مقرر والادارات كلها اعضاء، تعقد دوريا، توضح الاجنده بتاعتها، اثبات المستندات والادله، تعرض المهام، مواقف التنفيذ، المعوقات، المخالفات، مؤشرات الاداء، والشؤون الاجتماعيه وغيره. الصحة المهنية لازم وضع تصور عبر الفحوصات الطبية قبل الالتحاق بالعمل، طارئة، فحوصات دورية، إذا حالة طرق طارئ أو حدوث شيء لأحد العمال، نحن حنتصرف كيف؟ إذا جاء مرض، وباء، يعني مرض معين، المؤسسة بتلتزم بشنو؟ بتتعامل كيف؟ في تأمين صحي، ما في تأمين صحي، الخطوات التنفيذ توضح عبر الخطة الصحية. التحقيق في الحوادث برضه، كيف يجرى التحقيق؟ استخدام قوالب معينه، قوائم للتحقيقات والمخالفات المعتمده او الملائمه لعمل المؤسسه. كذلك تسلسل وخطوات تحقيق واهميته في الحوادث الوشيكه لما تتكرر، والوقائع الخطره، يعني هنا بتوضح انه انت ضمن الخطه هتحقق كيف في حوادثك، وبتعمل شنو في اثناء هذا التحقيق من خطوات، وكيف تثبت ذلك بالوثائق وغيره. المراجعة والتدقيق برضو توضحها في خططك، انه انت حتراجع كيف داخليا، وحتراجع كيف لو يعني خارجيا، من اللي بيراجع لك، كيف تحصر الحاجات اللي بتراجعها دوريا، بتدقق كيف، مدققين منو، داخليين خارجيين، في قوالب زمنية لإجراء المراجعات، الاستعانة بمدققين خارجيين وفقا لأي شروط، وهكذا. مؤشرات الأداء حدثنا عنها قبل بإسهاب، اللي هي شنو هي الأهداف المستهدفة، حققنا منها شنو، الانحرافات كانت إيه، والانحرافات كانت بسبب شنو، وفي شنو في المؤشرات دي بودينا لقدام، في شنو بيعوقنا وبيؤخرنا، اللي هي lagging وليدنج. تقرير الأداء الشهري، اسم المؤسسة، أنواع المهام والأعمال، جهة الرقابة الرسمية، المؤشرات الهابطة، المؤشرات الصاعدة، ده في تقرير الأداء الشهري. وبعد ذلك حسب مهامك ومسؤولياتك بيزيد هذا التقرير أو يقل. تقرير الأداء الشهري هو المشروعات، العاملين، الآليات، المقاولين، الشركات المشاركة، الممولين، و اختبارات، الفحوصات، المواد، المعدات، المخالفات، الاجتماعات وغيرها. خاتمة لكلامنا ده، أو أتمنى أنه يكون يعني مفيد. خطة السلامة يا جماعة، نصل لأن دليل على جدية المؤسسة والتزاماتها الأخلاقية والقانونية، وهي خير ما يقود إلى تنظيم وتكامل الجهود لتحقيق الأهداف العليا، والتي تشمل المحافظة على صحة وسلامة العاملين والممتلكات والبيئة والأطراف الأخرى. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونشكر لكم صبركم الجميل وحسن استماعكم، ونتمنى أن نكون ما قلناه ذي فائدة لكم. جميل شكري واحترامي ولمنظمي هذا العمل الرائع، نقول لكم حياكم الله وعظم أجركم. طيب، جزاك الله خير باشمهندس مرتضى دعوب على تقديمك لهذه الفقرة حول الـ HSE Plan. عاوزين الآن نفتح الباب للأسئلة والاستفسارات والإضافات، بس قبل ما نعمل الحاجة دي عاوزين نعرض بصورة سريعة سامبل باللغة العربية للـ HSE Plan، اللي هو نفس الكلام اللي تكلم عنه باشمهندس مرتضى دعوب، وممكن الباشمهندس يعقب لنا على الإكزامبل. طيب،
تفضل يا خالد. طيب طيب يا باشمهندس، ده هو نموذج لخطة السلامة HSE بلان لمشروع معين. نعم، هنا في البداية ده الجانب اللي بتخط فيه اسم المؤسسة واسم العميل ونوع الأعمال واسم المشروع ومن الذي قام بعمل خطة السلامة ومن الذي يعني أجازها ومن الذي راجعها ومن الذي اعتمدها بصورة نهائية من المؤسسة ومن الجهة بتاعت الكلاينت أو المقدم. دي الصفحة الأولى بتكون شكلها بهذا القالب. هنا الفهرس بيكون فيه دائما العناصر بتاعت الخطة، من مقدمة لأهداف لنطاق العمل، الكلام اللي قلناه قبل، الحاجات دي كلها بتكون مخطوطة في الفهرس على أساس إنه الزول يعرف بسهولة ايصل لياتو بند ووين بسهوله واذا كان سوفت ممكن يتعمل يبرمج على اساس ان انت تعمل كليك عليها وتوصلك طوالي للباب بدون عناء. طيب زميلنا بيسال، طبعا يا شباب بالنسبه للاسئله تقدر تشارك بطريقتين، الناس اللي موجوده معانا على برنامج الزوم تقدر تعمل ريس هاند وانا بخليك تفتح المايك وتتكلم، ايضا ممكن عن طريق التعليقات سواء كان على الزوم او الناس المتابعيننا على الفيسبوك، انا برضو ممكن اقرا التعليقات من الجروب بتاع السودانيس في اتش اس اي براكتيشنرز. زميلنا بيسال انه هل ممكن بعدين يتحصل على نسخه من الاتش اس اي بلان؟ ما في اي مشكله يا شباب، اي واحد عاوز نسخه من الاتش اس اي بلان باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه يقدر يتواصل معي وان شاء الله انا برسل له النموذج. بس زي ما ذكر باشمهندس مرتضى دعوه، بعدين يعني انتبه اسم الشركه ده بيكون موجود في كل مكان، تمام؟ ما تمشي تقدم خطه لكلاينت، ودي يا شباب واحده من المشاكل اللي قاعده تحصل على طول. يعني عندي واحد زميلي قبل كده قدم اتش اس اي بلان لكلاينت معين، جاه ريجكت، رفض على طول. ليه؟ لانه لقوا في الخطه اللي هو قدمها اسم بتاع شركه ثانيه، فالظاهر انه جاب الخطه من الشركه الثانيه وغير حتى شعار الشركه بتاعته بدون يطلع على بقيه الاشياء. يعني الان مثلا لو مشيت على في المحتويات في الهدف من الخطه او مثلا في نطاق العمل بتلقاهم ذاكرين المشروع بتاعه بتاع الشركه المعينه وايضا اسم الشركه مذكور. فالناس تنتبه يا شباب، حتى ولو يعني انت اخذت خطه من زميلك وداير مثلا تجي تعدل عليها بحيث انه تكون متماشيه مع الحاجه اللي موجوده عندك في المشروع، لازم تراجعها من A to Z. يعني انا بتذكر الخطه كانت عندنا 220 صفحه، انت محتاج تراجع ال 220 صفحه دي عشان تتاكد انه اسم الشركه الثانيه غير موجود يعني. طيب في سؤال من زميلنا محمد اللي هو قال ما هي الشروط التي يجب ان تتوفر في مصمم خطه السلامه؟ ايوه يا جماعة، المصمم بتاع خطة السلامة الشروط المطلوبة فيه ما شروط تعجيزية، بس يكون شخص يعني سبق له العمل وتلقى القدر الكافي من التدريبات، وعادي ممكن يا جماعة ناس يبدأ هو بإعداد الخطة وهو قبل كده مثلا ما عنده احتكاك كثير، ممكن يبدأ ما في حاجة طالما انه تدرب. يعني اي زول انا اعتقد تدرب اي جي سي واخذ له كم دوره يعني كويسه في مجالات التخطيط والجوده وكده، يعني ممكن بسهوله اذا عرف العناصر والمكونات بتاعت الخطه ممكن يجهز الخطه ويعدها. انا ما داري الناس تتخوف من هذه المساله ويعتبروها مساله صعبه او مستحيله، ابدا المساله دي ميسره جدا وسهله وبامكان الجميع، بس شنو يعني الانسان يبدا ويشتغل يعني بخطوات محسوبه ويحاول دائما ما يدخل حاجات زايده ويحاول ما يختصر اكثر من اللازم على اساس انه يقدر يعمل يعني كومباريزون، يعمل يعني كومبرمايز بين الاسهاب والاختصار الاثنين يعني. فاي شخص ممكن، بس يعني شويه خبره مطلوبه يعني واهليات عاديه من معرفه هندسيه شهادات وكذا. طيب اخونا محمد عبد
عبد المحمود عامر ريز على الزوم، حنجيك راجعين. في سؤال من اخونا احمد يحيى على الفيسبوك، ذكر قال سؤالي ما هي جهات اعتماد الخطه؟ يعني معنى كلام انه الخطه دي بيتم اعتمادا من منو او بيتم تقديمها لمنو وهكذا. والله هي ثلاثه يعني جهات، يعني قد يتطلب الامر انه خطتك دي بس على مستوى مؤسستك، اذا مؤسستك ما عندها حاجه برا، لكن عموما الشيء العام مؤسستك وجهة الرقابة الرسمية دي أكثر مؤسستين بارزات. ليه؟ لأنه مؤسستك هي اللي بتعتمد الخطة واللي هي بتواجه بها العالم لما يجوا الناس من برا، هنا ما بواجهوك أنت كمهندس سلامة أو يعني مصمم لخطة، بواجهه رئيس مجلس إدارتك، بواجهه زعيم المؤسسة كبير المؤسسة. عشان كده هي يعني تعتمد من قبل أعلى قيادة في المؤسسة، والشيء الثاني من قبل جهات الرقابة الرسمية، وما بيناتهم إذا في عميل كبير، شركة كبيرة مثلا، يعني أنا خطة عملتها كشركة مقاولات كويس، خطتي اعتمد لي منه الكلاينت الكبير، افترضنا شركة الشركة السودانية للبترول كويس، بعد ده في جهات كبيرة اسمها مثلا وزارة الطاقة مثلا، دي تعتبر جهة أكبر. فيعني يعني ابرز ثلاثه جهات هي المؤسسه نفسها داخليا، العميل، وجهه الرقابه الرسميه. طيب اخونا منتصر قال ممكن ترسل لنا الخطه دي؟ شباب ان شاء الله انا حرسل لكم نموذج من الـ HSE بلان باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه على الجروب بتاع التليجرام سودانيس كيو اتش اس اي براكتيشنرز، وايضا على جروب سودانيس كيو اتش اس اي براكتيشنر على الفيسبوك، وايضا على نفس الجروب بنفس المسمى على الواتساب، فان شاء الله حرسل لكم الخطه. طيب اخوتنا اسلام يا باشمهندس مرتضى بتسال، شكرا باشمهندس مرتضى افدتنا جدا، قالت بتسال مين، عندها سؤالين هقولهم لك وتقدر تجاوب عليهم على حده. طيب السؤال الاول ذكرت ما هو المقصود بضبط الجدارات، ده السؤال الاول. السؤال الثاني اتكلمت انه من ناحيه السلام والتامين، قالت عندنا في العمل موظفي البنوك بيدخلوا لتغذيه التصرف الالي ومعهم فرد حراسه مسلح، هل ده مشكله من ناحيه السلامه؟ تفضل. طيب الجدارات يا اختنا اسلام شكرا لك كثير، مقصود بها المعرفة العلمية والأكاديمية كويس؟ نمرة اثنين الخبرة التراكمية، إن الزول ده مارس العمل كثير. نمرة ثلاثة دي كلها مكونات الجدارات. نمرة ثلاثة المهارات اللي بيتمتع بها الإنسان عشان ينجز بها الأعمال، في زول مثلا بيتقن الأوتوكاد، في مثلا بيتقن إجراءات الطوارئ، في زول بيتقن إطفاء الحرائق، في زول بيتقن الإسعافات الأولية، في زول بيتقن العمل مع الرافعات، في زول بيتقن كتابة التقارير كده، يعني دي المهارات. في بعد ذاك القدرات، في زول بيقدر يعمل تحت ضغط، في زول بيقدر يعمل ساعات عمل طويلة، في زول بيقدر يبدع دائما ويطور، في زول يعني عنده قدرة على التدريب والتدوين والحفظ وكده، دي قدرات. فيلا الجدارة معناها شنو؟ معناها كاست بتاع أربع حاجات، مسحور بتاع أربع حاجات، معرفة وخبرة ومهارات وقدرات. جميل. بالنسبه للسلام والتامين انه الناس تخش وتغذي الصراف الالي وكده، دي ما ضمن الخطه لكن بتوضع ضمن البند بتاع ايه؟ ضمن بتاع الحراسه والمراقبه. الحراسه والمراقبه عندهم مهام معينه مفروض ما يتجاوزوها. دي هنا يعني الخلل ما منهم هم، وانما يجوز الجزء ده ما موضح جيدا في الخطه بتاعت السلامه. فيرجى مراجعه الزول اللي وضع الخطه في المره الجايه لما يتعمل ريفيو او مراجعه للخطه، ترفع عليه الملاحظه دي لانه في مخالفات يرتكبوها افراد التامين عندما يفعلون كذا وكذا وكذا، على اساس الزول ده يعدل هذا البند ويطلع به مرسوم يلزم به الجهه، سواء كانت جهه داخليه او خارجيه، بتنفيذ العمل وفقا لهذه الخطه، ويديهم الخطه محدثه وضمنها هذا الالتزام. شكرا جزيلا. طيب ممكن ناخذ اخر سؤال من اخونا تقريبا الطيب اذا انا قريت صح، قال السلام عليكم، بسال الباشمهندس هل يجب التعديل في الخطه مع كل بدايه مشروع جديد له نفس الانشطه؟ قد يتطلب ذلك الامر. لك الشكر على سؤالك الجميل، سؤالك جميل جدا.
قد يتطلب الأمر تعديلا إذا تعدل نطاق المشروع أو تعدل جزء من جزئيات المشروع، ربما ما تتعدل كلها، لكن إحنا في بداية كل مشروع مخالف للمشروعات الكلاسيكية اللي بنعملها، إذا حصل أي تشينج نحن الخطة لازم نعملها ريفيو ولازم نعملها عشان تناسب هذه المهام. مثلا في بعض الأعمال كان فيها مثلا ما فيها حفريات إطلاقا، واجينا شركتنا اخذت مشروع جديد واخذت عمليات فيها حفريات او عمليات فيها غطس تحت الماء، الحاجات دي ما كانت موجوده في خطتنا القديمه. اذا خطتنا دي لو قدمناها للعميل ما حيقبلها، ليه؟ لانه ما مدرج فيها نحن حنعمل شنو مع الغطس ومع الحفريات او مع الاماكن المرتفعه خالص. اذا لازم مع كل عمل جديد نراجع العمل والمهام وعلى ضوء اشوف خطتنا مناسبه، كان بها ما مناسبه نضيف لها الاضافات او نحذف منها الشيء الزائد اللي ما موجود. شكرا جزيلا. طيب يعطيك العافيه باشمهندس مرتضى. ممكن الان ناخذ فقط مداخله او مداخلتين. ما لسه باشمهندس يا اخي ما اكتفينا منك يا اخي. انا زاد ما اكتفيت. طيب شباب الناس اللي موجوده على الفيسبوك ممكن نوقف الاسئله والان ناخذ المداخلات على برنامج الزوم، ناخذ لنا مداخله او مداخلتين. في ناس من جبال عاملين ريس هاند على الزوم بس انشغلنا مع الاسئله بتاعت اخواننا من الفيسبوك. طيب الشيب لي عبد النبي، اوبن ذا مايك، افتح المايك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام يا دكتور، كيف حالك؟ كيف الحال يا دعوب؟ ان شاء الله سعيدين صراحه بس بالاكثر والله سعيدين جدا انه يعني نشوفك مره اخرى وننهي علمك يعني اكثر يعني. انا سؤالي بخصوص الخطه اللي هي بزعل عن الكوميونيكيشن، يعني الكوميونيكيشن لهذه الخطه على المنظمه ككل او الشركه اللي بيعمل فيها الشخص المسؤول من وضع الخطه يعني. بارك الله فيك يا باشمهندس وبارك الله فيك يا دكتور. شكرا يا دكتور، سؤالك فعلا يعني سؤال موحي وسؤال كبير. نشكرك جدا وانت استاذنا يعني في المقام الاول يعني. الكوميونيكيشن اهميتها يعني انه يعني بتسهل لنا يعني كيف نتواصل لنقل اهم المعلومات او يعني للتنبيه عن طوارئ خطره قد تحدث من الاضرار والكوارث ما لا تحمد عقباها. عشان كده الكوميونيكيشن دي زي ما قلنا عندها طرق معينه، عندها يعني قد تكون مكتوبة وقد تكون مرئية وقد تكون مسموعة. دي كلها يعني مرئية ومكتوبة ومسموعة بقول عليها written, visible و audible أو مسموعة. دي كلها على حسب نوعية المخاطر وعلى حسب أهميتها وأولويتها وميدانيتها ظروفها الميدانية نحن بنحدد يا طريقه من الكوميونيكيشن. بالاضافه الى في كوميونيكيشن كلاسيكي بيتم بيننا وبين افراد المؤسسه عبر الهواتف، عبر البريد الالكتروني، عبر الاجتماعات فيزيكال فيس تو فيس، وبيننا وبين جهات المخدمين والملاك برضه عبر البريد الالكتروني، الاجتماعات، اللقاءات المباشره، وبيننا وبين كذلك جهات الرقابه الرسميه العليا. يعني في مستويات للكوميونيكيشن دي وفي لها طرق تحدد حسب الأولوية وحسب الظروف الميدانية وحسب اللوائح ذاتها والبروسيجرز أو ما درج عليه الناس من طرق الكوميونيكيشن. هي مهمة جدا لأنه لعله من المهم جدا أن نشير إلى سؤالك وأهمية الكوميونيكيشن. أهمية الكوميونيكيشن تتلخص في نقل أهم معلومات المعلومات الهامة في الوقت المناسب للشخص المناسب أو التنبيه عن أخطاء ومخالفات في الوقت المناسب وفي المكان المناسب قبل أن تحدث أضرار ذات يعني مردودات عالية. دي أهميتها بتظهر هنا، وكذلك هي مهمة لتبرئة يعني ذمة المؤسسة والتزامه وتوضيح التزامه تجاه يعني انا مثلا تقريري لازم يترفع كل شهر، ده دليل على التزامي انا. عشان كده انا ضبط لي طريقه الكوميونيكيشن، اخش الابلكيشن، املى المعلومات،
ارفع الصور، ارفع التقارير، انزلها كلها، اعمل لها ابلود، ارسلها. ده دليل على التزام برضه المؤسسه. واعتقد يعني دي من الحياه اللي يجب ان تقال عن الكوميونيكيشن، واذا في حد عنده اضافه ممكن يعني يفيدنا بها. اشكركم جزيلا. طيب باشمهندس مرتضى، ممكن نمشي لاخر مداخله مع اخونا محمد عبد الله، ونعتذر لبقيه المتداخلين نسبه الى ضيق الوقت، وعندنا الفقره الجايه مع باشمهندس محمد الهيثم. فنشوف اخر مداخله اخونا محمد عبد الله. اوبن ذا مايك، تقدر تفتح المايك. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ابو حميد، كيف حالك؟ دكتور كيف الحال؟ ترى طيبين؟ الله يخليك، تسلم اخوي. للمره الثانيه والله. بارك الله فيك يا اخي، الله يجزيك خير. الله يعافيك، كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. الحمد لله، انت الليله ميدان ولا شنو؟ نعم. ميدان الليله انت، ها؟ مبروك. الله يعافيك. الله يخليك. صراحه يعني بحيي الاخوه القائمين على المؤتمر. محمد لو رفعت صوتك شويه يكون افضل. طيب. صراحه ربط مداخلتي يعني كان بتكلم عن الاجابه للحالات الابصار يعني في مواقع العمل يعني. نعم، emergency response. ايوه، يعني عن تجربه مثلا حصلت معنا حادثه مثلا، واصيب احد العمال. ف يعني البروسيجرز بتتعمل انه يتبلغ الاتجار، والاتجار بيقوم يعمل اللي هو فورم بتاع إصابة العمل، حتى بعد ذلك يحددك وين حتودي المصاب للمستشفى، يا المستشفى. والراجل الثاني يشوف البروسيدر دي، والراجل بينزل. فالأكشن بتاعنا كانت تتعمل، أنا أخذت المصاب لأقرب مستشفى كانت قريبة حواليني، لأنه الإصابة كانت في الراس حصل نزيف. بعد ذلك جو قال لي يا أخو الله، أنت مين؟ ما بيغطي لك الاصابه دي. ليه؟ قال لي لانه دي تعتبر اصابه عمل، اصابه عمل عندها بروسيدر محدده بتتعامل بها. ف يعني في زمن كان مقدر عشان انا اتبع البروسيدر دي، الراجل ده ممكن يبقى دم زياده، ممكن يخش في حاله بتاعت كوما يعني لحد ما يجي الاسعاف. فدي كلها كانت يعني بالنسبه لي يعني زمن مقدر. فانا عملت له اسعاف اولي داخل الموقع، وكرهت ابيعه على اقرب مستشفى. فبالنسبه للحاله دي يعني كتقييم لها، والتصرف الاسلم في الحالات، هل انتظر لحد ما يعملوا لي الفورم وحتقول لي وين امشي في المستشفى؟ حتكون اكيد بعيده من الموقع اللي احنا شغالين فيه. وثاني حاجه يعني الحقوق القانونيه للشخص المصاب، يا ريت توضح لنا المصاب. طيب طيب، هو كلامك ده يعني بيمس الخطه بجزء بسيط لكن جزء مهم جدا. احنا حديثنا هنا عن الخطط وعن الدوكومنت، لكن ما في مشكله، انا هقول لك الجزء الذي الخطه. انت في حاجه لانك يعني تغير في الخطه البندي بتاع الاستجابه والتعامل مع الحالات الطارئه. تكتب عندك في الخطه في التعديل، تعدل الجزء بتاع الاستجابه للحالات الطارئه او الامرجنسي ريسبونس، يعني تعدل الجزء الجزئيه بتاعت انه كيفيه التعامل مع الحالات الطارئه بتوفير بند مالي مناسب يغطي جميع التصرفات اللحظيه التي قد يتطلبها علاج الشخص المصاب. تلتزم المؤسسه دي تتغير، يعني تخش في السياسه الجزئيه، ممكن تضيفها للسياسه الجزئيه. تلتزم المؤسسه بتوفير اقصى متطلبات العلاج الفوري للمصابين من العمال في نفس في 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 موقع العمل، وعبر اي مؤسسه مؤهله قريبه. ممكن تضيف هذا البند اذا في السياسه رفضوه، تضيفه في خطه الطوارئ وخطط اخلاء المرضى. كويس، انه المريض ده لما توديه للمستشفى عشان يتلقى العلاج، المؤسسه تلتزم بانه ان هي توفر
كل المطلوب، ويا ريت لو تكتبوا في البند ده وتوافق عليه والإدارة بتاعتكم إنه يوفروا له بند مالي احتياطي للحالات الكبيرة والقصوى على أساس المؤسسة تتصرف فيها طوالي وبمعالجة الشخص بدون تعقيدات تؤخر علاج الشخص المصاب. ده هو نوع من الالتزام. يعني ممكن تعدل هذا البند إنه المؤسسة تتعهد بتوفير بند مالي أو فند مالي للصرف في حالات الإصابات أو الحالات الخطرة، يصرف منه فورا بدون أي مراجعة وبدون أي تعقيدات لضمان سلامة وصحة الشخص المصاب أو المريض مرض خطير. أنا أعتقد ده كده الجزء الذي للخطة. أما في الوقت الحالي طبعا يعني مؤكد أنه الرجوع لأعلى إدارة هو الحل الأفضل، وسرد المشكلة بإيجاز، وطلب التدخل الفوري، وتوضيح العواقب في حالة ما لم يتم التدخل الفوري بتوفير منصرفات العلاج حتى ولو لم يغطي التأمين. أنا أعتقد ده كده حل يعني مناسب يعني، وإذا كان حد عنده إضافة ممكن يفيد. شكرا جزيلا. طيب شكرا لك باشمهندس مرتضى درعوب. معانا أخونا مهندس محمد الهيثم، هو في الفقرة القادمة فنشوفه لو هو موجود معانا نقول لك عن إذنك، لأنه صراحة دخلنا في زمنه. باشمهندس محمد الهيثم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف الأحوال؟ الحمد لله يا أخي. أحكي لنا دائما السلام مستثمين بالزمن. لا إحنا كلنا باشمهندس مرتضى يا أخي، حضرك كان شيء جدا والله. شكرا يا أخي. وقبل ما نبدا باشمهندس خالد، بس تعليق على السؤال بتاع محمد عبد الله الاخير ده، لانه برضه مرتبط بمزاله الحوادث واللي هو جزء من الحاجه اللي حتكلم عنها انا. نفيده بالاجابه فيها شويه. يمكن باشمهندس مرتضى وفى وكفى في حاجات بسيطه داير اضيفها لو ممكن. طيب تفضل. طيب بالنسبه لاجراءات الحوادث، هو علق على ثلاثه حاجات بس يمكن انا اخذتها من كلامه. واحدة تكون إجراءات الحوادث داخل الشركة عقيمة شوية، يعني بروسيس ما فيه سرعة، ما فيه كن دايرين مزال بتاع الدوكيومنتيشن، وما فيه اهتمام بحالة المصاب أول. ويمكن ده برجع للخطة تاني، الخطة ليه هي بتدعمل أصلاً؟ واحدة من مهامة لأنه الناس تكون عندها جاهزية للقيام بالشيء المفروض يتعمل قبل ما يحصل، عشان ما نبقى إحنا في حالة بتاع تردد نعمل شنو ما نعمل شنو. بندرس الحالة مقدما تكون الخطة موجودة، والخطة يكون موافق عليها من كل الجهات كما ذكر الباشمهندس مرتضى في خلال حديثه. لأنه بيكون يعني لما هم يوافقوا عليها بيكون التزام، خلاص بقى التزام قانوني وأخلاقي في أنه لو حصل كده معروف بعد الناس هتتصرف بهذا الشكل. فدي واحدة من فوائد الخطة أنه تتم بشكل أول. ومن ضمنها برضو الامرجنسي بلان، حالات الامرجنسي برضو مفروض بنفس الشكل، ما هي خطة مبدئية على أشياء غير متوقعة إحنا متوقعين إنه تحصل، مش كده؟ فبرضو دي مفروض تكون يعني يتعمل لها كوميونيكيشن بشكل كويس، ويتم تأكيدها من الإدارة العامة. مهم جدا يعني الليدرشيب، باشمهندس مرتضى قبل ذكر لو ما كان بيقدم الدعم اللازم للمزلة بتاع الصحة والسلامة في أماكن العمل هتكون في مشكلة كبيرة جدا. مهما أنت حاولت عشان يعني قدم ما يمكن تقديمه هيكون في ريزيستنس وفي مقاومات وفي اهتمامات تانية موجودة. فبيبقى انت بتحتاج تركيز في انه يعني تجلب الناس دي لأهمية الصحة والسلامة والعمل فيها. الحتة الثانية بتاعت التأمين الصحي، يمكن في المنطقة بتاعت الخليج بشكل عام ده بيجي شيء أساسي ومعمول، وأي عامل بيكون عنده تأمين صحي بغطي له والمسائل دي ومتوفر. لكن بشكل عام حتى في المشاريع بيكون في تأمين بيغطي الحوادث في العمل، الناس مرات ما بتكون على دراية به، ودي واحدة من المسؤوليات بتاعت الـHR. انت قبل ذكرت الـHR لانه عادة حتى الشركات المبتغى يعني بتحاول تقلل التكاليف بتاعت الصحة والسلامة بتقوم تدي المسؤولية للـHR باعتبار هو اصلا مزول من شؤون الموظفين، فممكن يتولى هذه المسؤولية، وهو شيء ما صحيح ما لم يتم تدريبه بشكل صحيح في انه يقوم بالمسؤولية دي. فمزالة التأمين دي دائما لما يكون في مشاريع فيها كونتراكتر وفيها جهات تانية مشاركة بيتطلب انه الناس تزعى في انه من بداية المشروع في انه هل في تأمينات موجودة من ضمن المشاريع اصلا بتغطي المزالة بتاعت الحوادث، هل التأمين الصحي العادي الموجود لدى الموظف بيغطي المزالة بتاعت الحوادث داخل العمل، اذا ما في
يبقى الشركه مسؤوله مسؤوليه تامه، الشركه المسؤوله عن موقع العمل هي مسؤوله مسؤوليه تامه عن تكاليف العلاج بالنسبه للعاملين هناك، ودي مسؤوليه مسؤول الصحه والسلامه نفسه لانه يوضحها من البدايه حتى للشركه، ويكون المساله واضحه التكاليف حتمشي وين هي. فلانه لما انا جالس اتكلم عن الانسيدنت ريبورتنج والموضوع ده، واحده من الحاجات المهمه بعد الحادث الاهتمام بالمصابين، ده اول خطوه بتعملها قبل ما تبدا تحقيق قبل ما تعمل ايه. فبيحتاج انه يكون فيها سرعه، لانه فعلا ممكن تكون حالات انت قد تنقذ ارواح فيها، والتاخير ممكن تروح في ارواحها. الحاجه الثالثه القرار الفردي، القرار الفردي بانه انت تقيم الحدث في وقته وتقرر في انك تاخده، هو قرار سليم بشكل الحاله اللي انت طرحتها وبالظروف المتاحه، لكن عشان نتفادى المشاكل زي دي لانه ممكن تكون عواقب كبيره شديد، عواقب على كل الاتجاهات يعني. عشان كده الخطه دي بتساعدك في انك انت تضع الحاجات دي ويتم الموافقه عليها مبدئيا، على اساس انه لا قدر الله اذا حصل شيء زي ده انت الامور واضحه بالنسبه، وطوال بتاخذ خطواتك من غير ما ترجع لاي جهه لانه اوريدي اتفق عليه، ما في مشكله وتم الموافقه من الجهات المسؤوله داخل الشركه. وشكرا يا دكتور. انت تكلمت عن يعني اوفيت وكفيت، تكلمت عن جاهزيه الثواني الذهبيه. اي والله الثواني الذهبيه فعلا. يا الثواني الذهبيه. الله يديك العافيه، الله يديك العافيه. اوفيت وكفيت، كتر خيرك كثير. يعطيك العافيه باشمهندس محمد الهيثم، وبكده نقدر نقول شكرا جزيلا باشمهندس مرتضى دعوب على تقديمك لهذه المعلومات المهمه والمفيده جدا حول ال HSE بلان. وان شاء الله باشمهندس مرتضى دعوب نشوفك في الكونفرنس او المؤتمر القادم شهر 4 ان شاء الله. ان شاء الله يا رب العالمين. شكرا ان شاء الله. شكرا جزيلا. طيب يا شباب.